draw and label. هذا ما في. لا 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 دكتور هذا. draw and label. from cobalt. design for a case with missing. نعطيك هاي الفورمولا. كلكم طيب المهم يجيك الكيس بالشكل هذا مثلا الميسنج 6 7 5 6 7 اوكي بعدك سؤال بالطريقه هذه او اقول لك ريمينينج مو كان الميسنج اقول لك ريمينينج واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي الكيس نفسها هاي الكيس صح؟ بعدين الباقي هذا اللي مش دعاء أو أقول لك a case with missing upper left premolars and right molars okay okay oh اجيب لك هذا السؤال اقول لك بالاضافه الذني and the patient has large torus palatinus أو patient with a cleft palate مهما كان السؤال أنا أريد أعلمك شلون تختار المجال فنك الملحقات أريد أحددك بعد أكثر من المجال فنك مثلا من أقول لك large torus palatinus لازم تخلي يو شيب صحيح؟ دائما الإضافات اللي ويا السؤال لأني أنا أريد أحددك المجال فنك واحد الفكرة؟ مهما كان السؤال اللي انت عندك سواء كان هذا او هذا انت لازم بالنهاية ترسم هذا الخط اللي هو بداية شغلك لازم نسوي فورمولا شلون اعطيناكم اياها بداية السنة لما يشرعوهم لازم تحصل فورمولا وتخلي في بالك الاضافة اوكي؟ الفورمولا شلون مثلا هسه هذا missing upper left premolar lower right molar هذا الكروس اللي تخليه واقف بباله انت مو هاي ايدك اليمنى مو هو ليفت هاي ايدك اليسرى هو رايت ليش توقف ببالك وهذا هو الكروس مالته اوكي اذا انا اقول لك missing upper left premolar بعد لا تفكر يمنى ويسرى خلي الحروف قبل على الكروس حتى مو تقعد مرت اللخمة تحسب هذا يسرى لا لا قبل ارسم الكروس وارسم ال ال والار تخلص من عندها السالفه ليفت بريمولر بريمولرز يعني هنا الليفت الاربعه والخمسه صحيح؟ رايت مولرز سته سبعه ثمانيه ميك اللي بصلك وضحت الفكره شلون تطلع الفورم اللي تجيك هي جاهزه او اذا تجيك على شكل حكي اوكي خلاص انت من وصلت لهاي المرحله انت كل السهل عليك ترسم الديزاين شلون ترسم الديزاين اذا الكيس اللي راح ترسمها تخيل انه ارتكليتر ببالك كاستات مشكله والتفاتحه هيك فراح يكون الابر ارتش هذا شكله مو صحيح؟ اللور ارتش هذا شكله هذا الرسم ما تنسوه ابد يعني اللي رسم لنا اللور بهالشكل هذا هذا صفر الديزاين مالته نعطيه اياه لما ما يستوعب ازاي يشتغل وضحت الفكره؟ فترسم من البدايه بهالشكل هذا ابر هذا شكله كاست ببالك نسيت خلي الكاستات ببالك دائما انتم كل رسم راح يكون عندكم كاستات تعطيكم اياها او تجيبها وياكم خلي الكاستات ببالك والزقن واحد بالله خليه هيجي راح تعرف شلون ترسم الاسنان
بودكاست بودكاست لو بس الحجم اسهل. اوكي وراسنا نفس الميد لاين حتى هم لا تدور. وضحت شلون تبي ترسم الاسنان؟ السنترال انسايزر يرسم على شكل مثلث. اوكي اللاترال هم مثلث. كناين شكله معين. بريمولر بيضوي. بريمولر لا بيضوي. مولر مولر. مش ترسمهن كلهن. دائما عندك ملف رصاص وخاطة مساحة. لا تتعاجز من عندها لأنه كلش تخدمك بالرسم. نفس الشيء هنا. نجي سنترال لاترال كناين بريمولر بريمولر مولر مولر. بعدين ما أنه أنت قلمك رصاص وعندك مساحة. نجي على هاي الكيس. ميسينج حتى ما باوع اليمنى واليسرى هو هذا الميد لاين اللي هنا ميسينج عشان امسحه من هنا واللي هنا ميسينج امسحه من هنا. الرسمة الكيس بلاي ما تفكر حتى لا تاخذ وقت بالتفكير. عندك هواي شغلات تفكر فيها لا تدور نفسك بالتفكير حتى ترسم اليمنى واليسرى وتقلب الفورميلا ما في داعي. سوي هاي الخطوات حتى تخلص من عندك. صار عندي كيس كلاس 1 صحيح؟ تبقي القوس الخارجي ما تمسح. اسهل لك حتى يسهل عليك الرسم. اوكي؟ اذا كان اللور شلون ترسمهن؟ نفس الشيء هذا مو مثلث السنترال انسايزر كلوزلي اللور يبينهم مثلث بس مقلوب. اوكي؟ هذا المثلث اللور اذا رسمته بهالشكل هذا بعد ما تعرف ترسم الديزاين عليه لازم ترسمه بهالشكل هو شكله انت من تباوع على اللور بلوزلي. اوكي اللاترال نفس الشيء كناين كناين ريمولر 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 ريمولر. فكرة تنزل إذا قلت لك مثلا اللور مسينج 3 4 5 مثلا 1 2 3 3 4 5 هذا الثالث هذا الرابع هذا الخامس ارسمن ومسحن اسهل لك. اوكي 1 2 3 ليش؟ حتى تبطي المسافة مال الأسنان مشدوعة لا بس ما تكشف مرتب. اوكي هذا مشكله شلون يحول السؤال الى كاست خلصنا من هاللي هي هاي الشغله كلش بسيطه. اليوم درسنا او مختبرنا هو شلون ترسم لي كلاس 1 ابر. كلاس 1 ابر يعني هسه هو كلاس 1 ابر ايش اريد اجيب لك انا ترى هاي اكثر كيس نجيبها ابر كلاس 1 هاي لو تجي تحسبها حتى اوفر 2 فريند اكستنشن لازم ال 6 وال 7 ينشلع صح؟ شو مقالي بعد؟ مقالي بس اني اتلاعب بيه هاي ترى وياك يا اما خليك بريمولر واحد او بريمولرين يا اما اشيل الاثنينات هنا واوصل للكنان لانه اذا شلت لك الكنان اثنين بعد هاي الكيس بدل الرسم يصير كومبليت. احنا كل اللي شغلنا بكلاس 1 ترى بدل اسنان واحد اثنين بدل نتلاعب بيه ما عندنا غير كيس يعني وحده الفكره. فالشكل الكلاسيكي الكلاس 1 اللي يجيك هذا مثلا الشكل الكلاسيكي الكلاس 1 اللي يجيك هنا ذن الشكلين فقط. تجيك يا أمو هاي الكيس أوكي أو تجيك هاي الكيس
لو هاي كيس لو هاي كيس اكو راح اذا صار لك اختلاف هسه اثناء الشرح راح تعرفون شلون تعالجوه اوكي شلون تبدي ترسم الكيس مالتك بدون ما تخطئ اي خطا انتم ماخذين نظر ماخذين الكومبوننتس واحد واحد والميجر والماينر وانواعه والكلاس بار صح بس تصعب انه تجمعهن وتسوي ديزاين لازم تبدي خطوه خطوه بحيث يكمل عندك الرسم بدون ما انت يعني شلون اقول لك تكون بروفيشنال هيك فشي واصل في المرحله بالعلم تمام امشي على هالخطوات البسيطه حتى عندك نقص بالمعلومات راح توصل في تعبر 50% الرسم الصحيح وضحت الفكرة؟ لا حد يستعجل رسم يخلي ميجر كونكتر لا امشي شوية شوية شلون تبدي برسم؟ اي ديزاين 1 2 3 4 تبدي بالبداية حسب هذا التسلسل اول شيء ترسم السبورت كومبوننت ثاني شيء ترسم الريتينشن ثالث شيء ترسم الماينر كونكتر رابعا ميجر كونكتر خامس شيء فينش وضحت اذا هذا اتصور سهل الحفظ سبورت ريتينشن ماينر ميجر إذا مو أول ما تختار الميجر لا تبدي أول مرة بالسبورت أنا عندي بارشيال ميجر بارشيال ميجر طلاب يعني أنا إيش عندي عندي في الجهاز أريد أخليه حق البيشنت جهاز فورم بودي خليه بحق البيشنت انت تشتري تعوض مو تعوض اسنان مبدئين الاسنان حيقعدن على الدينشر بيز دينشر بيز شكو جواها دينشر بيز ريتينشن ميكانيزم الجريد وورك فاول ما تبدي تبدي بمكونات السبورت ترسم جريد وورك هاي خلينا نقول الاساسات اللي تصير هنا اللي حتقول عليها الاسنان اوكي من الجزء المسؤول عن السبورت يعني يمي اوكي اجيب المياه ان شاء الله على الجهة من بعد مسؤول عن السبورت من اخذنا المحاضرات اكثر شيء مسؤول عن السبورت خلاص ايش يبدي بهذا التسلسل اذا اول ما تبدي ترسم الجريد وورك وراها ترسم الريست وراها شو تقول؟ تقول أنا السبورت بعد ما أرسم أي كومبوننت خاص بالسبورت خلصت السبورت وضحت الفكرة؟ شلون ترسم؟ أول جزء من السبورت اللي هو الجريد وورك الجريد وورك إحنا أخذناها بمحررة المانر كونكتر دينشر بيز ريتينشن ميكانيزم وأخذنا مواصفاتها أخذنا أبعادها بالمحاضرة موجودة اوكي الجريد وورك مال الابر زين اخذتوا مواصفات الجريد وورك انتم ضمنيا بالمحاضره مال مانر كونكتر بس ما حد انتبه عليها من تجي ترسم راح تروح تدقق عليها بالمحاضره مال مانر كونكتر تشوفها متطابقه ويا الرسم مالتك شو تقول الجريد وورك مال الفري اند اكستنشن تقول بالبدايه اكو خط دائمًا ينصف الريزيدوال ريدج الريدج نفسه ينصفها صح؟ يعني شنو؟ هذا الكاست مو هاي الريزيدوال ريدج اكو خط يمشي بالقمه مالتها بهالشكل هذا نصف لي الريزيدوال ريدج نصين صح؟ تمام؟ وضحت؟
ها بمناسبة شوفون شكل الأبر شلون قايل، هذا شكله كروزلي وهذا اللور هيك قايل كروزلي، تحت الفكرة. فهذا الخط اللي نصف الريزيديوال رجع أني أرسمه، أرسمه مبدئيا ويا ما أمسح أرسم الخط اللي نصف لي الريزيديوال. ليش؟ لأنه قياسات الجريد وورك تعتمد على هذا الخط. إيش أخذنا بالجريد وورك الأبر؟ البوكل سايد مالتها، البوكل سايد هو just buccal to the line bisecting the ridge، صح؟ فترسمه بالضبط بصفه موازي له. طولها ايش قد؟ طولها ويا نهايه الارتش. الابر جريد وورك تذكروها، بينما اللور ثلاث ارباع المسافه. اذا فادتني المحاضره ماي ما تذكرت، اعطتني قياساتي. بينما وطبعا هنا لازم تطخ بالسن تمشي وياه، بينما اللينجوال سايد مالتها لازم يكون من اليمين من الابتمنت، من اللينجوال سايد ابتمنت. يعني شو سويت؟ ما يصير تخلي الجريد وورك هنا هيك بالشكل هذا، هذا غلط. لازم الجريد وورك شويه اكبر من السن شويه، اللي هو من اليمين، من اليمين كلش قليله، فلازم شويه تكون الجريد وورك مالتك شويه اكبر من الابتمنت، اطول بشويه لينجوالي، بينما ما تطلع منه بوكالي. لازم بالعكس تكون جوا حتى المعدن ما يظهر ليبيالي، صح؟ اجي اقول هاي الجريد وورك انا رسمتها بكامل مواصفاتها، هاي تاخذ فول مارك على الجريد وورك. ليش قياساتها مضبوطه؟ راسم لي خط المنتصف وراسم لي البوكال سايد مالتها بصفه، راسم لي اللينجوال سايد شويه طالع على السن، ما اريد قياس من اليمين، اريد بس شويه اشوفها اكبر واشوف نهايتها واصله نهايه الكاست. ايش قلت لك الاوت لاين مال الكاست يبقى؟ لو كانت لور، لا لو كانت لور فريم تقص ليها هاي لبنان، وحد الفكره؟ هنا مفهوم الكلام؟ الجهة الأخرى نفس الشيء، أما تجي just book up to the line bisecting edge للنهاية 2 ملم بس ما تلقى واضحة الفكرة؟ زين أنتم تسجلون الجريد وورك مال فري اند اكستنشن بالأبر، هاي مواصفاتها فجأة طول وعرض. اكو فد قاعده تقول كل جريد وورك، كل جريد وورك سواء كانت باوندد او فري اند ابر لور لازم تكون بيها بروكسيمال بليت على السن المجاور لها. قاعده وين ترسم جريد وورك؟ اكيد بصفها سن، مو بروكسيمال بليت عليها. الفكره مفهوم هاي النقطه؟ فكل جريد وورك يراد لها بروكسيمال بليت. هنا اكو بروكسيمال بليت طالع من الجريد وورك متجهه علي هيجي مستنده على السن. يعني لو ناخذ بوكال فيو بي هذا السن، هذا لو ناخذ بوكال فيو بي مو شكله هيجي هو قاعد باللثه وهاي اللثه مالته، مو صحيح؟ فالجريد وورك مالتك ماشي على اللثه، مو صحيح؟ لازم يطلع من البروكسيمال بليت بهالشكل هذا حتى اسوي لي باث اوف انسيرشن. هاي الجريد وورك بوكالي انا اشوفها بالشكل هذا، اكلوزر اللي ما تنشاف، تنشاف على شكل خط معتم، هاي البروكسيمال بليت. اذا قاعد تقول كل جريد وورك بيها بروكسيمال بليت مستند على السن اللي بصف الجريد وورك، ترسم على شكل خط، خط طخ. شنو مواصفاتها؟ شنو قياساتها؟ لازم الجريد وورك ما تعبر الكونتاكت اريا مال التوف. يعني ما يصير تحط لي هاي الجهه بريتو وتقول لي هاي جريد وورك، هذا خطا. الجريد وورك على قد الكونتاكت اريا. مفهوم هاي النقطة؟ إذا ترسم الجريد وورك الانتيريور بوردر مالتها عريض. يعني عندي قياسات أمشي عليها. أما البروكسيمال بليت لا. على قد الكونتاكت اريا مال التوث.
انت شلون راسم الكونتاكت اريا خليها على قدك اوكي راح تيجي هنا هم من على قدك كونتاكت اريا هاي بروكس مو اذا انا مفهومه بيها ستوبر ما بيها ستوبر الجلدوب ولا فرق طبعا المحاضرات راح تكون شو الستوبر نوصل لورقة مشي الستوبر اذا سبورت الفرع الاول مالته خلص بعد ما ترسم لي جريد وورك لان جريد وورك مرتبطه بالفراغات انا عندي فراغ غير اسبب فيها جريد وورك انتهت خلص الجزء الاول من السبورت الجزء الثاني القاعده الاولى بالريستات اللي يقول كل ديزاين 1 2 3 4 upper lower يراد له ريست يمنا ريست يسرى اقل شيء اذا وفرت لي ريست يمنا وريست يسرى على اي سن من الاسنان انت استوفيت الريستات بعد ما تفكر الديزاين يراد له ريستات لو لا وضحت الفكره؟ زين هاي القاعده الاولى القاعده الثانيه تقول كل فريند اكستنشن الريست مالتها يكون ميزيا مو ديستاب على اخر سنة ربطوا القاعدتين سوا طلعوا النتيجة اريد كل صفحة بيها ريست واحد هاي القاعدة والقاعدة الثانية تقول كل ديستال ابوتمنت مال فري اند الريست مالته يكون ميزيا اها اكلوزر ريست على هذا البريمولر شلون ترسمه على شكل مثلث بهالشكل هذا مو قلنا شكله هو راوند تراينجل ريست اوكي هو واحد الا على هاي راوند تراينجل ميزيال اكلوزر ريست هذا شكله هيك الرسم اذا لو عندك بريمولا الريست مالته يكون يا اما ميزيال يا اما ديستال لو عندك مولر يا اما ميزيال يا اما ديستال لو عندك كناي الريست مالته يرسم نص الكناي ينوخر هذا شكل اول هذا سنجل ريست على الكناي اكو شكل ثاني للسنجل امريست يكون بروجكشن هاي هم مرسوم عندكم بالمانر كونكترات اشكال السنجل امريست هم موجود الشكل الاول يكون سيرفس ماينر كونكتر ويصعد على الكناي الشكل الثاني لا فينجر لايك بروجكشن على الكناي هسه اقول لكم شوكت هاي وشوكت هاي وضحت الفكره؟ لهنا أنا احنا كملنا شكل الريستات قاعدتين اولا تقول كل وحده رادي ريست صفحه وانت خلاص الثانيه تقول كل فريند اكستنشن رادي لها ريست ميزيال اذا انا خلصت الريستات يا ريستات المسؤوله عن السبورت ها اذا اكو ريست يشتغل شغله بعد ما مستوفي بعد ما جاي علي وضحت؟ خلصنا سبورت نجي على روتيشن روتيشن ايش عندنا؟ عندنا دايركت وين دايركت مو؟ قاعدة دايركت روتيشن تقول اي ديزاين 1 2 3 4 يراد له كل صفحة يا أما RPI system يا أما two class وضحت الفكرة؟ شنو RPI system؟ إذا القاعدة تقول كل صفحة بالديزاين أنا ليش أعطيكم هاي الشغلات؟ حتى يسهل علينا class 2 و 3 و 4 بعد هو يمشي هاي القواعد تمشي على كل ديزاين زين
القاعدة تقول any side. any side need بكل الديزاينات يا أما R P I system or two class. عاد two class من أي نوع بعد هاي كيفك ring و circumferential I bar و combination هاي كيفك بس الصفحة يا أما R P I يا أما two class. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية برد نيشن تقول كل free and stationary عليها RPI. طبقوا من على الديزاين. R easy arrest. P proximal effect. R I يساوي لنا I bar. ايش نقص من ايش بعد ال RPI يكمل عندك هناك جهاز RPI وهنا جهاز RPI خلاص ليش دايركت شلون ترسم ال I bar؟ نرجع لهذا الرسم. ال I bar هو ككلاس هو يطلع من الجريد وورك بهالشكل هذا يطلع من الجريد وورك ينزل على الاثنين من ربي يصعد الاي بار لو كان عندي مثلا اي بار على هذا الكناي فهو يطلع من الجريد وورك ينزل على الاثنين بهالشكل هذا وانه بيصعد شايفين بالرسومات واضح كلش هذا بوكالي اكلوزر شلون يبين؟ اكلوزر يبين عشان خطين. الخط الاول هو عمودي على هذا السم. الخط الاول عمودي على بزمنت. اوكي؟ الخط الثاني لازم يطلع منين؟ من الجلدور. بس ايش قد بعد؟ يعني مثلا منا طلع من الجلدور لو منا لو منا ها كلها مسافة أقدر أطلع منها هاي الفار لازم الخط الثاني اللي يطلع من الجدول يطلع على مسافة سن أو مسافة سن تخيلي يعني هسه هذا شقد التراسمة شقد العرض مال هذا التراسمة بقده تعطي مسافة وتطلع الخط مالتك منه تترك مسافة سن الأوريجين مال الآي بار هم ما فيها بالمحاضرة الأوريجين مال الآي بار على مسافة 1 إماجينري 2 بريمولر شكو برايش تراس من البريمولر اترك بقد المسافة مالته وطلع الخط وقبل على هذا الخط العمودي سوي لي آي بار أوكي طبعا هذا يمشي على كل الديزاينات الآي بار حتى على اللور نفس الخطة أوكي نفس الشيء وتجي ترسم الآي بار على هذا السن هذا عمودي على السن خط عمودي على السن والخط الثاني على بعد السن من هذا السن وخذ الفكرة حشي شيء عن الميجر كونكتر هاني تاخذ نصف درجة السن ليش لازم السبورت كومبوننت ليش الكومبوننت حتى إذا بعدك ما مختار الميجر كونكتر هذا الفكرة زين أيوة أحد السؤال لحد الآن دكتور قول حبيبي أكو زاوية يطلع فيها الأيبون لو بيسيتش مثلا سبب كبير أنا شلون أحاسبك حتى المقيم شلون يحاسبك يحاسبك أنت وقت تطلع هذا الخط عمودي على هذا السيت مو طلع بهالشكل هذا مثلا ولا نطلع بهالشكل هذا طلع عمود ونحاسبك انه تارك مسافة سن يا نطلع لا اذا انت صحيح تعرف قارب البرنسبلز مالته منا طلع هذه الفكرة زين خلصنا من الدايركت ريتينشن هنا من عنده اكو
بعد شيء اضيفه على الدايركت ريبليكيشن مود حصلت 2 ار بي اي. كل صفحه بيها ار بي اي، اذا اني استوفيت الريتنشن مالي الكيس مالتي خلاص ما افكر فيه. عندي الاندايركت ريتنشن. الدايركت ريتنشن كل كيسات براس عليك هي ثلاث احتمالات فقط، ما تقبل غير حتى اوفر الدايركت ريتنشن. الدايركت ريتنشن حتى يمشي على كلاس 1 وكلاس 2 شو تقول؟ كقاعدة عامة كل فري اند اكستنشن، اوكي؟ كل فري اند اكستنشن ابر ليفل كلاس 1 كلاس 2 يراد لها ريست. ريست مو مال سبورت، ريست مال الدايركت ريتنشن. وين؟ على الصفحة المقابلة، اوكي؟ ليش هالقاعدة حتى تمشي على كلاس 2؟ لان كلاس 2 عندكم بس فري اند اكستنشن وحدة. وضحت؟ كلاس 1 مو بي 2 فراح نقول اندار ريتنر مال هاي يصير هنا مال هاي يصير هنا، اوكي؟ فتحفظ القاعدة اسهل لك. كل فري اند اكستنشن يرادلها ريست على الصفحة اللخ مقابلها. وهذا الريست بي ثلاث حالات. الحالة الأولى هذا الريست يا أما خلينا نرجع على هاي يا أما ميزيا على الفور أو سينجلم على الكناين أو سينجلم على كل الانتيريور تيث. شلون؟ هذه الثلاث حالات مفتهميها؟ شنو هي؟ ميزيا على الفور سنجلم على الكناين سنجلم على كل الانتيريور. ايش وقت هاي؟ ايش وقت هاي؟ ايش وقت هاي؟ سنجلم على الفور لما اخر ريست مال سبورت يصير على الفايف. سنجلم على الفور لما تشوف اخر ريست، هذا الريست لمين يجي؟ اجي من السبورت. لذلك قلت لكم التسلسل كلش مهم. فانت شوف الريست مال السبورت مالتك وين صار؟ اذا صار على الفايف فانت تشمر لك بعد سن وتخلي لك ريست هنا. اوكي؟ اذا اخر سن كان هو الفور وصار الريست مال السبورت على الفور. إذا آخر سن هو الكناين وصار الريست مال السبورت على الكناين بكل بساطة. إذا الاندايركت ريتنر تعبر بس آخر سن، يعني الاندايركت ريتنر هو عبارة عن ريست يصير على الصفحة اللف بس مو على آخر سن. شو عندك آخر سن؟ عبرة مو صحيح؟ لأنه مبدأ الأرجوحة مو قلنا؟ فما يصير تتخلي تقول لي هذا الدايركت ريتنر، شلون هذا اخر ريست. لازم تشوف لك سن اقرب للميد لاين من عندنا. وضحت الفكره؟ فهمت فكره الدايركت ريتنر هو عباره عن ريست قبل اخر ريست. اخر ريست من يجي؟ من سبورت. فانت لازم تبدي بالسبورت حتى تعرف وين تخلي الدايركت ريتنر مالتك. وضحت الفكره؟ بهذا صار التسلسل كلش مهم. سبورت دايركت اندايركت. ف يا اما اندايركت ريتنر ايذر او يا اما ميزيال اون فور يا اما سنجلم اون ثري أبر لور يمنى يسرى ما لي علاقة نفس القاعدة مش أور سينجلام أون أور انتيريور نجي على هاي الحالة. ليش سبت لكم حالتين حتى بس هاي الحالة مال هاي الصفحة وين يصير؟ على هاي الصفحة. وين آخر بس؟
اخر ريس على الفايف اذا هو يصير على الفور اذا هذا اللي ما له داعي صح؟ خلاص الاندار الاثير مال هاي الفريند ستيشن السيارة اللي اندار الاثير هاي الفريند ستيشن على السنجل على السنجل يا هو الشكل هذا لو هذا الكنك اول ثاني 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 سنجل بريست بس هذا شكل هذا شكل شوف هذا الشكل تختاره لما ما يكون عندك ريست على الفور وهذا الشكل تختاره لما يكون عندك ريست على الفور يعني هذا تقلل ما داعي ما يحتاج يعني هذا الشكل انا اختاره لما ما عندي ريست طالع من السبورت على الفور ليش قلت راح نرجع نقول ايش قد التسلسل مهم فلما انت عندك ريست على الفور سابق تمد من هذا الريست اكستنشن يصير اثنين قطعة واحدة يصير كنان اكستنشن اوريجينيتد فروم ا كلوزر ريست اوف فور بينما لا انت ما عندك ريست على الفور لا لازم تسوي هذا الشكل مال الكناي تغطي كل السنجل مال الكناي ليش لان ما عندك مال الكونكتر طالع انتريشن مال الكونكتر هذا يصير هو التنشن هو شكله لا اي الفينجر لايك بروجكشن هو عباره عن ريست بس شغله مو سبورت شغله اداره تينا فلما تجي لتعريف الاندايركت هو عبارة عن ريست ما يشتغل سبورت يشتغل ريتيشن اندايركت ريتيشن أنا مو هاي المهمة المهمة إنه شلون تختار هذا الريست لو هذا الريست على الكناي اثنين سنجل ريست بس بيه شكلين الشكل الأول يصعد لماينر كونكتر وحدة سيرفيس ماينر كونكتر والشكل الثاني إذا صاعد ماينر كونكتر يطلع بروجكشن من عنده يعني إذا سوينا أي شيء لا غلط بالمحاضرة مع المانو كونكتر انا راسم لك اياها الشكل راسم لك اياها راسم لك شكل مثلث راسم لك بروجكشن من باب انه انت ما يصير تكثر المانو كونكترات كيفك صعد لك مانو كونكتر هذا مو راح يصعد له مانو كونكتر شو كنت تجيب له مانو كونكتر ثاني زين دكتور اذا عندي الكناين ريست عليها ريست وحطيت ريتنشن على انتريرتي الكناين اللي بالصفحه الثانيه حطيت ريتنشن اي يعني ايش قلت لك اول متصل كتبت كلمه اول اول انتيرير انتيرير تيجي تشمل كناي اللي كناي اوكي زين راح نرجع على مايكس نرسمها بسرعه حتى نشوف مش قد اكو فرق بيناتهم هنا انا راح ارسم خط النص بالشكل هذا مو صحيح هذا مال باسك نعم بس سؤال بالنسبه اذا خلينا يعني الريستات على الانتيرير اي هاي الحركة ساعدنا الكناين ناي السنجل أو كناين شو راح يصير؟ راح يجي يسوي هذا الرسم أساساً كيا بس إذا بهاي الكيس هو سمت لي سنجل مريست على كل الانتيرير تاخذ صفر ليش؟ ليش جبتها؟ ليش تتحمل أسنان كناين؟ عندك كناين وعندك القاعة اللي تقول إذا كان آخر سن فهذا بس نجي على هاي راح ناخذ بها كل الانتيرير لقيت وها بترسمها بالشكل هذا شوفوا الكناين ترسمه ويا ويا قط ويا الشكل المعين مالته بهالشكل هذا اوكي بروكسيمال بليت على قد الكونتاكت يعني هاي بروكسيمال ما تطلع عن السكن اوكي ها نرجع حتى شكل السنجل وريست هنا يختلف هذا شلون ارسمه؟ هذا الاي بار هذا الريست مالتك هيك مو؟ منتهي من عنده لازم ترسم سنجل ريست القاعده تقول لازم ترسم ميزيال مو؟ السنجل ريست ما بي ميزيال بالسلام ذن الشكلين لو هذا لو هذا؟ عليك كناين هاي الحالة ترسم هذا صح ترسم هذا صح نهاية صح
بس بهاي الحالة لازم يعني إذا طالب رسم لي بهالشكل هذا، هذا عندنا بروزمور ديت ريست على شكل بروجكشن أقول له صحيح. أوكي؟ إذا واحد ظل له كلية الكناين ها صحيح. ياتم صحيح. بس هنا ما يصير تظلل لي الكناين خطأ. ليش؟ لأن طالع لك إمبريجا وأنا الفنكتر. استفاد من العدل. أوكي؟ يجي وراها الآي بار. خلصنا من السبورت والدايركت روتيشن. نجي نختار الاندايركت روتيشن، مو صحيح؟ هاي الصفحة شو هذا الهيم؟ مقامي وين اخليه؟ الفور. اذا ارسم ميزيان ريست الف. مال من؟ مال هاي الصفحة. هذا عندي هاي الصفحة شراد الهيل عندي واحد مقال انتريور مقال كل الانتريور اجي ارسم هذا سينجل بريست على الانتريور تي تصير بهالشكل هذا ما بي بروجكشن الانتريور تي الا بهالشكل هذا على كلهم تشوفون شلون ارسم على كلهم بريستات من ضمن هالكنان ليش ما طلعت بروجكشن؟ لأن الدكاترة لأن كلهم وحدة. وخذ الفكرة؟ هسه مفهوم هذا الرسم وهذا الرسم؟ دكتور حالة الرومينينج كان بس من الكنان للكنان. خلي الرسات شنو على السنجلر؟ أسهل كيس بالعالمين. رست على الكنان، رست على الكنان. أي بار أي بار بروكسيمال بيت بروكسيمال بيت. كل الاسنان الاماميه اندار مثلا ما نجيب لك هيك لازم قلت لك احنا نتلاعب زين يا ما خيلك واحد او اثنين بهاي الصفحه بهاي الصفحه اوكي كملنا الاندار مثلا جينا من عده روتيشن خلاص تسلسل كلش مطلوب يعني كل قاعده تعتمد على قبلها انت ايش عندك تضيف فوقها ثالثا رسم الماينر كونكتر الماينر كونكترات يعني هسه انا ايش عندي صار عندي عباره عن قطع خلينا نقول معدنيه وين على اسنان على الاثنين اريد اربطهم كلهم يصيرون قطعه واحده اللي هي الفريم ورك قطعه واحده تمام شلون اربطهم اربطهم من كل قطعه يطلع ماينر كونكتر ويروح للميجر كونكتر صح وظيفه الماينر كونكتر يربط لك الكومبوننت بالميجر الميجر يربط لك الصفحه اليمنى اليسرى اذا الخطوه الثالثه هي رسم الماينر كونكتر وراها رسم ميجر كونكتر بس اكو خطوه قبل الماينر كونكتر قبل الدراون هي سيلكشن اوف ميجر كونكتر يعني تسوي سيلكشن للميجر كونكتر قبل لا ترسم الماينر كونكتر لان كل ميجر كونكتر بنوع معين من الماينر كونكتر فراح تسلسل الرسم هي سبورت روتيشن ماينر ميجر بس الاختيار مال الميجر قبل الرسم شلون تختار الميجر كونكتر كلاس 1 اخر ليه عندك انديكيشن كوتر انديكيشن مايكرو كيس ايش كم ميجر كونكتر اخر عندنا؟ ها؟ ايش كم؟ ست اثنين ما نتهم ايوب اثنين مريض انتيريو بوستيريو بيتا البار مريض والسنجل بيتا البار مريض اريد الاربع الاولانيات اللي كلش شلون كان الرسم اولويه سبورت قبل روتيشن اختيار الميجر كونكتر اولويه شلون كان الكلاسيفيكيشن اوليه اولويه لا تلتزم هذا لا
التسلسل. البرايورتي هنا راح تصير اول اختيار سلكشن، اول اختيار هو الانتيريو بوستيريو. شوفوا الكيس يرحم الانتيريو بوستيريو ما يرحم الانتيريو، لانه هو نمبر 1 احسن ميجر كونكتر. هنا كل الامور او النقاط الجايه ماكو واحده بهن بالكيس، تختار الانتيريو بوستيريو بيتر ستراب. وهذا شكل الانتيريو بوستيريو بيتر ستراب. صحيح؟ الانتيريو بوستيريو بيتر ستراب. زين. النقطة الثانية أو الاختيار الثاني وراء الانتيريو بوستيريو بيتر ستراب هو الفول فليتر بيت. فول فليتر بيت. أو تريد تسميه فليتر بيت. تمام؟ الاختيار الثالث يوشي. الاختيار الرابع سينجل بليتر ستراب. واضح الاولويه لمن؟ هنا اذا ماكو اي شيء شو وقت تختار فول بليت او بليت؟ ليفت في الحالات الآتية. ليفت بليت. ميسينج اني انتيريور توث. حتى اللاترال تلغي بعد ماكو شيء كله فول بليتر بليت. اوكي مثل ما تعرفون الفول بليتر بليت هو ترى مو فول بليت، هو بليتر بليت ممكن يكون باشكال، ممكن يكون فول، ممكن يكون بليتر بليت صغيره صح. فخلاص عندك ميسنج اني انتيريور توث تيث فول بليتر بليت. النقطه الثالثه any rest on any incisors. مو any rest on any anterior tooth. any rest on any incisor. يعني إذا لقيت هاي الكيس بها rest على الكناين هذا مو من القاعدة. بس من نشوف ريست على الانسايزرات اللي هن اربع واحد اثنين واحد اثنين يتحول الديزاين مالتك الى فول بليت او بليت. هاي بس هذه الحالات. هذا شلون تعرفه؟ من الرسم، من تسلسل الرسم. مو بادي سبورت روتيشن بواعد على الكيس مالتك لقيت صار عندك ريست على اني انسايزر يتحول لميجر كونكتر مالتك. مفهوم هاي النقطة؟ تمام؟ يو شيب لارج تورزر فقط لارج inoperable torus palatinus extended to the palatine line. شوف ايش كم كرايتيريا فيها؟ لازم large و inoperable و extended to the palatine line. بينما انا اقول لك small تتخلى ضمن الويندو مالتك. مودريت هم انتيريور الا لارج، الا كلمة لارج كلمة انا افضل. يعني ما اقدر اوخر المكروباس. تمام؟ زين.
سنجل بلاير سكراب. كلاس 3 سمول سبان شورت سبان سنين موجودات فقط. اوكي وست انتيريور تو ذا مولا. بس اذا سنجل بليتر ستراب تقريبا انت صف ثالث كله ما راح تشوف ما راح تشوف سنجل بليتر ستراب لان شغال ذا كلاس 3 لازم باوندد وسنية مشروعات من يجيب لك ايش كيس. فتقريبا هذا ما نستخدمه بس تخلوه عباله اذا عندك شورت سبان كلاس 3 او كلاس 3 مود 1 سنجل بليتر ستراب. مفهوم النقطة؟ هسه عرفت تختارون؟ ليش قلت لك تختار ميجر كونكتر قبل الماينر كونكتر؟ ليش؟ على مود فت كلمة كلش مهمة على مود الريليف. ذني كلهم without relief بس الانتيريو بوستيريو بيتر ستراب في ريليف البقية كلهم without relief. شنو معنى ريليف؟ ريليف معناته الميجر كونكتر يبتعد عن الأسنان 8 ملم without relief الميجر كونكتر يصعد على اسنان. وضحت الفكرة؟ يعني تقريبا يجي انه بالانتيريو بوستير بليتر ستراب فقط اني ارسم مونر كونكتر. اما بالبقية الانواع الاخرى اني ما ارسم مونر كونكتر يصير كله لطش. الميجر هو يصعد على الاسنان. راح نجي نوضحها هنا. اختاروا لي ميجر كونكتر. نعم هاي الكيس يختاروا ما اختاروا على الورق اختاروا لي هنا هذه الفول الفول بلاك اختاروا لي هنا هاي لارج تور راس فلتينس يوشن لارج تور راس فلتينس فايش تدك ليفت بلت وضحت الفكرة؟ إذا انت عندك ذني تحفظها أسهل من المحاضرة مو؟ إذا هسه هذا شو اختارت ولي له؟ تبي ترسم المايجر كونكتر بعد اختيار المايجر كونكتر بما انه احنا اختارينا انتيريو بوستيريو بيتر ستراب راح يصير ريليف. شنو معناته ريليف؟ معناته من كل كومبوننت اطلع خطين انزلهم جوا باللثه اخليه شلون؟ هذا موريست المايجر كونكتر مالته ترى اسمه بهالشكل هذا يصير بيت طوال من العلف ريليف. بينما هذا ماكو ريليف عطش عطش شويه بالصف. تشوفون شلون؟ يصير على اسنان ماكو داعي اسحب له قطع هو واحد متصل بالله. اوكي؟ ما يحتاج ريليف. نرجع على هذا، هذا مو ريست هم اسحب له ما نقبل نكتر واحده. اوكي هاي مو صارت كلها قطعه واحده هم اسحب منها ما نقدر منها واحد ومنها واحد
سويتها بقطع مشكلات وواصلات للثة بتوصل. اجي هنا انا هني مو اثنين دمجتهن سويتهن قطعة واحدة؟ ايه. اذا اثنين ينزلن بماينر كونكتر مين بالامبريجر بين الكناين وبين الفايف الفور. اوكي؟ هاي مو صارت قطعة واحدة؟ كم قطعة صارت هنا عندي؟ واحدة اثنين. واحدة اثنين ثلاثة. شو اسوي؟ اسوي هنا قطعة واحدة وهنا قطعة واحدة، صار قطعتين اربطهم بعدين. شلون اصفي ذني قطعتين؟ هذا يطلع وهذا يطلع والداخليات يربطن بيو شيب. حتى ايش اقول؟ اقول هذا كله ريليف. وصلت الفكرة؟ اجي هنا انا هذا يطلع وهذا يطلع الداخليات كل نيو شيب. الصفة عندي قطعة كبيرة هم بيها خطين هنا خلص اربط اليمنى باليسرى كمان الديزاين ومو انتيريو بوستيريو بيتا سترا خلينا بس من الدوحة. إذا إيش الرسم يصير؟ واخذت فكرة؟ يعني توصل لهذه المرحلة بدون ما أنت عندك في الشكل أو خطة مسبقة للرسم، أنت تمشي واحد اثنين ثلاثة. حتى إذا رسمك مو زين، خطك مو حلو، ما في داعي تكون فنان حتى ترسم هذا الرسم. لأن منطقي، وحدة ورا اللقطة بمقطع، صح؟ زين. تجي على هاي الكيس. ماكو ما اجي اسحب من هذا الريست اسوي هيك ما عندك ريليف ف عندك انتيريور تيف تمشي فوقهن عندك بوستيريور تيف ما تمشي فوقهن لا تمشي وياهن ويذاوت ريليف صح؟ في وصل اللي جاي تمشي وياه لان ما يصير تخلي في الشيء بلوزري ما تصير تصعد الميجر كونكتر على كلوزر سايد تمشي وياه صحيح اوكي هذا شكل كلاس وانا صحيح عندك هسه هاي القطعه ارتبطت بهاي القطعه اذا انا عندي بس هذا الطرف مو وهذا الطرف اربطهن صارت بديتها وضحت الفكره؟ صبر وسط ولا فايج؟ لا في الحل الوسط تصير التيريو بوستيريو بين الاسطراب. لا قصدي انه هيك شيء. بس انا هيك كلش كافي. قلت لك هذا البيشنت عنده تورس بلاتينوس. بس مو كان مال خط يجي هنا عدل. المشكلة مو هنا المشكلة إذا هذا قلت لك أديه تورس بلاتينوس لارج تورس بلاتينوس هنا أنا. وين راح يختلف الشغل عندك؟ الجواب كل ريليف يبلغ خل شلون؟ خل نقول انه هاي كيس راد لها او عندها عندها فيش تراس بلاتينوس هلا اسمه بصفحه هاي كتبتوها امسحها ها زين نجي هسه نرسم هاي كيس نفسها والبيشنت عنده تراس بلاتينوس ايش جايز اولاد طبعا هي هذا المختبر اصعب هي كلها انت وياي ما كلها تنعاد مرت له هسه هاي الكيس والبيشنت عنده تورس يلا انا وياك من يجي؟ من الاواس طلعت
اساس ولا لا؟ اول شيء خطل عشتي هو اعتبر انه خط المنتصف هو المكبر ده مو مشكلة هذه المشكلة لا ترسم في خط المنتصف ما عليك سهلون ايه سهل كملت السبورت ولا كملت السبورت انتقل وقت دائما راجع كملت السبورت راجع وين نفسك حتى شنو حتى تقول ما نسيت شيء هاي الصفحة كنانيك ستيشن بالضبط عاشتي تمنى ايش يبغى حسن سبورت دارك لا لا ايش بعد عندنا هسه نختار الميجر نرسم مالنا نختاروا لي ميجر هذا بيش عند الدكتور راس 30 راس لارج نو بروبلم الحالة لا هسه الله يعطيك نكمل هسه هاني شكرا حسن هسه هاني الرسم هذا احنا ما فيه صحيح بس ما فيه هاني سويت ريليف اذا ماكو ريليف بهذا الرسم شو اسوي؟ طب عليه يو شيب يو شيب ريليف هذا شلون اقوم اربط الكومبوننت مالتي بعد مو عندي هاي اسحب من عنده مالتي كونكتر لا هاي قطعه مو صحيح؟ هاي قطعة هاي قطعة هاي القطعة أوصلها بهاي القطعة without relief تشوفون شلون؟ ماكو relief ما أقدر أسحب هيجي ما أعرف النكتر هاي القطعة أوصلها بهاي without relief هذا without relief تمام؟ لازم الميجر كونكتر ما يجي هيك يو شيب ما بي ريليف ليش انا اريد امد الميجر كونكتر واصعد على اسنان حتى استفاد ازيد سترينث مالتي اذا تتذكرون باليو شيب شلون نزيد السترينث مال يو شيب نقطتين كانت تذكروها النقطه الاولى ازيد المساحه مالته النقطة الثانية use multiple rests جتكم بالامتحان ازيد المساحة السطحية مالتي انتيريرلي شلون اسوي الريف حتى ازيد المساحة بالعكس مقابلني اخلي multiple rests اذا شو اسوي؟ اني اخلي ريستات على انتيرير تيث لاني مو من ضمن القاعدة اني اخليهم ليش؟ حتى امشي الميجر كونكتر مالتي على كل الاسنان انتيريور واخلي هنا ريست وهنا ريست وهنا ريست في سبيل شنو؟ اندايركت ريتنشن لا تو سترينثن ا ميجر كونكتر وضحت الفكره؟ اذا ذني الميجر كونكتر اتصل انتيريرلي وقال بوستيريرلي
هذا الفرق بين الريف وذاك الريف. زين هذا وذاك الريف شلون ده يتحمل؟ بطعة البوستيرير هي اللي خلته يصير سترونج. بينما هذا ما اقدر اخلي له قطعه لان اكو هنا ترس اني ديزاين. هذا السنجل الفور بليت اوف بليت احنا غصبا ما علينا نصعدها. ليش؟ لان هو من ضمنها يا اما ميسنج انتيريور كي يا اما كليفت بليت يا اما اني رايستون اني انسايزر. بالمناسبه ما تقدر تخلي ريست على واحد من الانسايزرات اذا ما تاخذهم كليتها. اوكي؟ دكتور احنا مو عندنا هنا مثلا بالرايت مال بيشت عندنا سنجل ام ريست على الكنان، ارجع اخلي لها ريست لانه خليت على البقيه كلها؟ لا بس الريست ينقلب شكله، مو كان ما يصير فينجر بروجكشن يصير لا ريست رسمي. ينكسر بعد. ايه صار كله مالف كونكتر. اذا تقريبا هي هاي التشكيلات مالت لازم تجيك موقع. ماكو غيرها. بس ذا يعني لو اجيب لك هذه واحكمك بال بليت اوف بليت، لو اجيب لك هذا واحكمك بالرليف، لو اجيب لك هذا اللي هو بمجال الرليف بس هاو خلك صور صور اتش دي اتش دي لو ما عديت تورس بلدي نص حتى تطلع الروجيري من هذا تطلع ما وصل النشاط الدولي هذا انا ادري وين فصل تعال انا بس في الشغله يعني انا لازم اصارح صارح شلاين فينيش لاين؟ على باقي فينيش لاين وين يكون فينيش لاين شلون ترسمه؟ بكلاس وين بكل كلاس؟ مو عندك جريد وورك؟ مو؟ عندك ميجر كونكتر؟ الخط اللي بين الميجر كونكتر والجريد وورك يتطوخ. فينيش لاين هو شنو؟ هو التقاء الاكريليك بالميجر كونكتر. الاكريليك وين يكون؟ على جريد وورك مو صحيح؟ هاي مو الدنشر بيس اللي راح يصير مو اخذناها وهذا مو ميجر كونكتر يعتبر وهاي جريد وورك اللي حيقعد عليها الاكريليك. وين التقاء الاكريليك بالميجر؟ هذا الخط يطلع بهالشكل هذا الشخبط عليه هيجي مضبوط ترى هذا فينيش لاين سنة اللي صعبة فينيش لاين. نقدر نقول لا بس بلا نقدر نقول الانترنال لاين مال جريد وورك هاي تطوخ. الانترنال هنا مو بها بوكال ولينجوال هاي مو بها هاي مو جريد وورك مو بها بوكال ولينجوال لينجوال لاين طوخ لي اياه. وين ما يكون موجود تمام ولا مو تمام؟ هذا وين الفينش لاين مالتها؟ هذا خلص. فكل لينجو والله عن مال جريد وورك يتطور. طبعا طلاب هذا الشيء اللي اشرحه لكم بمنتهى منتهى منتهى البساطه. يعني تجي تدخل لازم مو انا افصل الفينش لاين فيرتيكال وهوريزونتال جايه بس انت اخذها قاعده الابر كليته كل الابر الجزء الداخلي مالك رزوة تطوخ من يوصل له الله كريم بيها بيها تكفل فينيش لاين وهذا يعتبر هوريزنتال الأفر كله هوريزنتال فينيش لاين ما في فيرتيكال أبد باللور بي نوعين من يوصل له الله كريم. من عنده سؤال مختبر الجاي أول ما تدخل الكيس ويز الدور عليه درجه
توزع عددها.